اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to continue lesson 9 which is entitled applications on the real numbers. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر استكمال lesson 9. هنتكلم فيه عن اللاست ريمينينج 3 سوليدز اللي هم السيركل، ما تعتبرش السيركل سوليد، السيركل والرايت سلندر والسفير. الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الكيوب والكيوبويد، ودول كان اسهل شكلين في التعامل معاهم. هنستكمل النهارده ان شاء الله التلات اشكال الباقيين، وهم برضو سهلين يعني ما فيش فيهم صعوبات كبيره يعني. طيب نبدا مع بعضينا الليسون بالايه؟ بالسيركل. السيركل ما تعتبرش جديده عليا، السيركل احنا درسناها من اول جريد 4 وخدناها في جريد 5 وجريد 6، نعرف عنها حاجات كتير. اللي يعتبر اللي هناخده في السيركل النهارده ما فيش حاجه جديده، هما التو رولز اللي بيحكموا السيركل عندي، اللي هما السيركمفرنس عندي اوف السيركل ايكوال 2 باي ار، والاريا بتاعت السيركل ايكوال باي ار سكويرد. ده معناه ان انت لو عرفت الار يبقى انا مش محتاج اي حاجه ثانيه، وهعرف اجيب السيركمفرنس بتاعي وهعرف اجيب الايه الاريا بتاعتي. طيب لو جاب لي الدايمتر، مش عايزين ننسى ان الدايمتر ايكوال توايس الايه توايس الراديوس. طيب في المسائل لو جاب لي الباي ومش معرفني قيمتها كام، انت متاح ليك تستعملها يا اما 22 اوفر 7 يا اما 3.14 زي ما انت ايه زي ما تحب، مفيش مشكله الا لو هو اجبرك تستعملها بطريقه معينه او قال لك ايكوال كذا. طيب تعالوا نشوف بعض الاكزامبلز اللي هتوضح لنا ازاي نتعامل مع مسائل السيركل. اكزامبل 3 بيقول لي the area of a circle is 25 باي سنتيمتر سكويرد، calculate its circumference in terms of باي. انا زي ما اتعلمنا ان انا بتارجت الدايمنشنز الاساسيه للشكل بتاعي، يعني انا عندي سيركل يبقى اروح ادور على الار، الار لو مش موجوده اروح ادور عليها. طيب هو بيقول لي the area of a circle، احنا اتفقنا مع بعضينا لما بنشوف الانجليش ستيتمنت بنترجمها على طول للرول، يعني لما اجي ابدا المساله ما اقولش كده انا عندي هنا the area of a circle، ما تجيش تقول لي the area of a circle equal by r squared، لا ما تبداش المساله كده، انت تاخد الاريا اوف ذا سيركل دي تكتب لي على طول باي ار سكويرد ايكوال كام 25 باي. يبقى هو اللي مديهولك كستيتمنت ترجمه على طول لايه لرول تظهر لك الريليشن اللي تشتغل عليها. طيب نعمل ايه هنا؟ طبعا هنكنسل الباي مع الباي، اكني بديفايد الايكويشن كلها اوفر الايه اوفر الباي، يبقى معايا ار سكويرد ايكوال 25، ده معناه ان الار هتيكوال روت ال 25، يبقى الار هتيكوال عندي 5 سنتيمتر. طيب جبت الار يبقى سهل اجيب السيركمفرنس بتاعي، يبقى السي اللي هو السيركمفرنس هيكوال ال 2 باي ار اللي هو هيكوال 2 تايمز باي تايمز ال 5 which is 10 باي سنتيمتر. عايز 7 باي، عايز تعمل الباي 2 اوفر 7 وتجيب الكالكوليتور ذا سي مفيش مشكله خالص. طيب نيجي الاكزامبل اللي بعد كده. In the opposite figure بيقول لي the area of a square 196 centimeters، find the area of a shaded part، الحته دي عايز الاريا بتاعتها، والبريمتر بتاع الشيدد بارت، البريمتر بتاع الحته دي يعني دي كده بلس دي كده بلس دي كده از لينسز. طيب نبدا ازاي؟ اولا الراديوس مش عندي، بس انا عندي معلومه واحده، انا عندي الاريا بتاعت السكوير. طالما قال لك ذا اريا اوف ذا سكوير تترجم انت على طول الكلام ده يعني ايه الاريا اوف ذا سكوير؟ يعني ال سكويرد، ال سكويرد هي الاريا بتاعت السكوير، يبقى هتيكوال على طول 196. طب انا عايز اجيب ال، اسحب ازاي ال من تحت باور 2 على طول بالايه بالسكوير روت، يبقى ال اللي هتيكوال معايا السكوير روت ل 196 which is ال 14 سنتيمتر. يبقى انا جبت ايه كده دلوقتي؟ ايه اللي انا جبته؟ انا جبت من اول هنا كده لحد هنا كده اللي هو السايد ده كل السايد ده كده ده ال 14 سنتيمتر. طب انا عندي السيركل دي جوه الايه؟ جوه السكوير بالظبط، يبقى معنى كده ال 14 دي بردك من اول هنا كده لحد هنا كده اللي هي دي. يبقى الراديوس بتاعي هيكوال دي ديفايد تو اللي هو 7 سنتيمتر. يبقى انا قدرت اجيب الراديوس عندي بتاع السيركل. طيب الارياز دي ودي 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 اللي هي الشيدد بارتس او الانكلودد بارتس ديت بتوين السكوير والسيركل، اجيبها ازاي؟
دايما في مسائل الشيبس المتداخله اول حاجه تيجي في دماغك ان انت تعمل سبتراكشن الاريا الجوانيه من الاريا الكبيره. المسائل دي اول حاجه تعملها هتجيب الديفرنس، تجيب الاريا الكبيره وتجيب الاريا اللي جواها وتعمل لهم هما الاثنين ماينس، يديك الفروقات اللي موجوده عندك دي. اوكي، يبقى هنجيب الاريا بتاعت السيركل واعمل ماينس من الاريا الكبيره يديني الاربعه دول، اعمل ديفايدد فور يديني واحده منهم لان دول كلهم ايكوال شيبس. طيب يبقى ذا اريا اوف ذا سيركل از هت ايكوال معايا الاريا اوف السيركل باي ار سكويرد، اللي هت ايكوال معايا باي تايمز 7 تايمز 7 لان عندي الار عندي ب 7 يبقى ار سكويرد ب 7 سكويرد. الباي عندي ب 22 اوفر 7. ليه انا اخترتها 22 اوفر 7؟ لان انا شايف عندي 7 يعني الافضل ان انا اختارها 22 اوفر 7، ما تقولش 3.14. لقيت 7 لقيت 21 لقيت 28 اي مالتيبلز اوف 7 على طول تختار الباي ب 22 اوفر 7. يبقى تايمز 7 تايمز ايه 7 دي هتروح مع دي يبقى هتيكوال معايا 7 تايمز 14 4 اند هاف 1 وال7 تايمز 2 يبقى 14 و1 يبقى ايه 15 يبقى 154 سنتيمتر سكويرد. طيب يبقى انا جبت الاريا بتاعت السيركل، نجيب بقى الديفرنس. يبقى ذا اريا اوف ذا انكلودد بارتس بتوين السكوير and the circle is الاريا دي هتيكوال ايه؟ هتيكوال معايا الاريا اوف ذا سكوير ماينس الاريا اوف ذا سيركل. اللي هتيكوال معايا الاريا بتاعت السكوير اللي هي 196 ماينس 154 which is 6 minus 4 is 2 9 minus 5 is a is 4 1 minus 1 is 0 يبقى سنتيمتر ايه سكوير. طيب انا كده مين ده الارياز دي ودي ودي ودي، يبقى انا عايز واحده منهم. يبقى الاريا اوف ذا شيدد بارت ذا اريا اوف ذا شيدد بارت هت ايكوال معانا كام؟ التوتال اريا بتاعت الفور بارتس اللي هي 42 divided mean اللي هم الفور بارتس اللي هو هيديني 10.5 سنتيمتر ايه سكوير. طيب تاني حاجه هو عايز البريمتر بتاع الشيدد بارت. البريمتر انا عايز ده بلس ده بلس الحته دي. طب ده كل ده 14 يبقى دي 7 يعني من اول هنا لحد هنا نص السايد ده بالظبط ومن هنا لهنا انذر 7. طب ايه بقى الحته دي؟ بقى الحته دي جزء من السيركمفرنس بتاعي. السيركمفرنس بتاعي عباره عن كل السيركل. طب ده يمثل قد ايه من كل السيركل؟ يمثل ال 1 فورس 1 اوفر 4. يبقى معنى كده ان الجزء ده هيكوال معايا 2 باي ار اللي هو كل السيركمفرنس ديفايدد ال 4. اوكي، يبقى انا عندي نشوف يبقى البريمتر ذا بريمتر اوف ذا شيدد بارت هتيكوال معايا ال 7 بلس ال 7 بلس 2 باي ار، ار عندي ب 7 ديفايدد مين ديفايدد ال 4 اللي هي هتيكوال معايا هنا عندي هنا 14 بلس. طب انا شايف عندي هنا 7 يبقى على طول اعمل الباي 22 اوفر 7 يبقى عندي هنا 2 تايمز 22 اوفر 7 وهنا تايمز ال 7 ديفايدد ال 4. 7 تروح مع ال 7 ده يديني 1 ده يديني 2 ده يديني 1 ده يديني 11 يبقى هتيكوال معايا 14 بلس 11 يبقى 25 ايه سنتيمتر. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض السيلكتد اكسرسايزز على السيركل. بيقول لي السيركل اوف راديوس لينس 10.5 مديك الراديوس لينس الار فايند ايتش اوف ايت سيركمفرنس اند الاريا. في المساله دي بيختبر معرفتك بالقوانين الاساسيه بتاعت السيركل. يبقى السيركمفرنس هيكوال معايا 2 باي ار اللي هو هيكوال معايا بيقول لي كونسيدر الباي بتوين 2 اوفر 7 يبقى هتيكوال معايا 2 تايمز 22 اوفر 7 تايمز 10 بوينت الايه
10.5. ده هنا divided 7 يديني 1, divided 7 10, divided 7 is 1 and we have a 3 as a remainder. يبقى 35 divided 7 يديني 5, يبقى 1.5. اللي هتيكوال معايا عندي 2 times 22 اللي هي 44. 44 times 1.5 اللي هي 44 times 1 44, وعندي الهاف تايمز 24 22, يبقى 44 و 22 يبقى 66 سنتيمتر. طيب عايز الاريا, يبقى الاريا هت ايكوال باي ار سكويرد which is 22 over 7 times 10.5 times 10.5. ده يديني 1, ده يديني 1.5. ده هتطلع معايا على الكالكوليتر 346.85 سنتيمتر سكويرد. نيجي بروبلم 14. The area of a circle is 154 سنتيمتر سكويرد. Find its circumference and its diameter length. طيب هو مديك الاريا, يبقى انت لازم تتارجت الار. يعني ايه؟ يعني تستهدف الار, يعني انت تجيب الار. الهدف بتاعك ان انا اجيب الار. يبقى احنا قلنا الاريا اوف ذا سيركل, على طول اترجم الحته دي كده لباي ار سكويرد ايكوال 154. طب هو بيقول لي الباي ب 22 اوفر 7, يبقى زين 22 اوفر 7 ار سكويرد ايكوال 154. ده ودي الناحيه الثانيه بالريسيبروكال, يبقى زين الار سكويرد هت ايكوال 154 تايمز 7 اوفر 22. طيب 22 ديفايدد 22 يديني 1, 154 ديفايدد 22 عايزين نحفظها اللي هي بكام, بتديني 7. يبقى 7 تايمز 7 يديني ال 48 49. يبقى زين الار هت ايكوال معايا روت ال 49 which is 7 سنتيمتر. طيب ده بالنسبه للرادياس. يبقى الدايمتر عندي اللي هو دي ايكوال 2 ار, يبقى 2 تايم 7 يبقى 14 سنتيمتر. ناقص لي السيركمفرنس عندي, يبقى السي هت ايكوال 2 باي ار اللي هت ايكوال 2 تايمز 22 اوفر 7 تايمز الار عندي بكام, الار عندي ب 7 تروح مع 7 يبقى هيديني ال 44 سنتيمتر. بروبلم 15 بيقول لي ا سيركل هوز اريا is 64. خلاص عرفنا هوز اريا 64, اقوم بادئ المساله بالباي ار سكويرد ايكوال 64 ايه باي, والباي تروح مع الباي, يبقى زين الار هت ايكوال روت ال 64 which is 8 سنتيمتر. على طول جبت الار على طول. طيب فايند الراديوس لينس جبناه, زين فايند its circumference approximating it to nearest integer. هو بيقول لي الباي 3.14, يبقى السي ايكوال 2 باي ار اللي هت ايكوال 2 تايمز 3.14 تايمز الار ب 8. على الكالكوليتور هيديني 50.24 سنتيمتر. هو بيقول لي ابروكسيميتنج للنيرست انتجر, يبقى انا اشوف ده بس, يبقى انا اشوف احط كده لاين كده واشوف ال 2 تعمل ابروكسيميشن للزيرو ولا ما تعملش. طبعا ال 2 it is not sufficient enough to approximate to 1, يبقى مش هينفع تزود لي ال 50, يبقى عندي 50.24 دي is approximated to a 50 سنتيمتر. بروبلم 16 بيقول لي ال AB is the diameter of the semicircle, ومديني ال area of this region, ال area بتاعت ال region دي 12.32. find the parameter. طيب دي semicircle, يبقى ال area بتاعتها equal كام؟ انا عندي الاريا بتاعت اي سيركل باي ار سكويرد. لما تكون سيمي سيركل يبقى ديفايدد ايه, ديفايدد 2, يبقى زين الباي ار سكويرد ديفايدد 2 تديني 12.32. يعني الباي ار سكويرد هت ايكوال اودي هناك بالمالتيبليكيشن 12.32 تايمز 2, يبقى الار سكويرد هت ايكوال معايا اودي الباي الناحيه الثانيه بالديفيجن, يبقى هت ايكوال معايا 12.32 تايمز 2 ديفايدد الباي اللي هي هت ايكوال معايا بالكالكوليتر 7.8483. يبقى الار عندي هت ايكوال معايا روت ال 7.843 which is around ال 2.8 سنتيمتر.
طيب عايزين البريمتر بتاع الفيجر. البريمتر بتاع الفيجر عباره عن ايه؟ عباره عن من اول الاي لحد البي اللي هو الديامتر كله بلس السيمي سيركل. يبقى ذا بريمتر از هيكوال معايا السيمي سيركل. السيمي سيركل البريمتر بتاعها بيكوال ايه؟ بيكوال البريمتر الكلي ال2 باي ار ديفايدد 2 بلس انا عندي الحته من اول اي تو بي دي عباره عن ديامتر يعني 2R. ال2 تروح مع ال2 هنا يبقى هتيكوال معايا باي ار بلس ال2R. خد الار كومون يبقى الار بلس باي بلس ال2 اللي هتيكوال معايا ال2.8 تايمز الباي 3.14 بلس ال2. هيطلع معايا الكلام ده اراوند ال14.4 سنتيمتر. بروبلم 17 في الاوبوزيت فيجر بيقول لي في عندي two concentric circles at M and their radii lengths are 3 and 5. يبقى عندي اللي جوه دي 3 واللي بره 5. Find the area of the shaded part in terms of pi. اتفقنا مع بعضينا طالما في اشكال عندي متداخله الحل بتاعي هيكون في subtraction. طيب هنا اعمل ايه؟ هنا الاريا بتاعت الشيدد بارت بيبقى عباره عن الاريا الكبيره اخد منها الاريا اللي ايه؟ الاريا اللي جوه. يبقى the area of the shaded part the area of the outer circle minus the area of the inner circle. طيب ال area of the outer circle بت equal ايه؟ بت equal by الار عندي 5 يبقى 5 سكويرد. الكلام ده ماينس الانر سيركل عباره عن باي 3 سكويرد. يبقى الكلام ده هيكوال خد لي باي كومون يبقى الباي 5 سكويرد ب 25 3 سكويرد ب 9 يبقى هتيكوال معايا ال 16 باي سنتيمتر سكويرد. بروبلم اللي بعد كده نفس الكلام عندي اشكال عندي متداخله مع بعضيها في سبتراكشن عندي في الموضوع. مديني الاريا اوف ذا شيدد بارت. هو هنا مديني بقى الاريا بتاع الشيدد بارت ده بيكوال كام؟ بيكوال 10 اند 5 اوفر 7 وعندي زي ما انت شايف سكوير وجواه سيركل. عايز البريمتر بتاع ذيس بارت. البريمتر بتاع مين؟ بتاع البارت ده. طيب هو لما يكون مديني الاريا اوف 1 شيب ومش مديني اي معلومات ثانيه في المسائل اللي زي دي انا لازم افرض ان السايد لينث بتاع السكوير بال. يعني هعتبر ان من اول ايه لحد دي الحته دي كلها كده بايه از ال وبالتالي الاف اي كلها بكام؟ بال. يبقى السكشن من اول الاف لحد الام ده ال اوفر كام؟ ال اوفر 2. وابتدي اشتغل معايا المساله من القانون اللي هو مدهوني وبيقول لي الاريا اوف ذا شيدد بارت. طب الاريا بتاع الشيدد بارتس دي عباره عن ايه؟ انا عندي الفور بارتس دول عباره عن الديفرنس ما بين الاريا بتاعت السكوير والاريا بتاعت السيركل. طيب دي عباره عن نصهم يبقى عندي الاريا اوف ذا شيدد بارت هتيكوال معايا ال1 اوفر 2 او هاف الديفرنس بين التو ارياز اللي هي الاريا بتاعت سكوير اللي هي ال سكويرد ماينس الاريا عندي بتاعت السيركل اللي هي عندي باي ار سكويرد اللي هي باي الار سكويرد عندي اللي هي ال اوفر 2 الكل ايه؟ الكل سكوير. الكلام ده هيكوال الاتي اللي هو هيكوال عندي 1 اوفر 2 هنا عندي ال سكويرد عندي هنا ماينس باي تايمز ال سكويرد ديفايدد مين؟ ديفايدد ال 4. طب ناخد ال سكويرد كومون بار يبقى انا عندي ال سكويرد تايمز وندخل الهاف جوه هنا وهنا يبقى عندي هنا 1 اوفر 2 ماينس ندخل الهاف تايمز هنا يبقى 1 اوفر 8 باي اللي هي باي اوفر الايه؟ باي اوفر ال 8. الكلام ده كله بيكوال كام؟ بيكوال 10 and 5 over 7 سنتيمتر سكوير. طيب هل ممكن اجيب ال ال اودي كل ده بالكالكوليتر الناحيه الثانيه بالديفيجن؟ طب نشوفها دي بالكالكوليتر ايكوال كام؟ يبقى انا عندي هنا ال سكوير تايمز طالما جايبها بالكالكوليتر 1 over 2 minus باي over 8 هتيكوال معانا حوالي 0.107. الكلام ده بيكوال معايا 10 and 5 over كام؟ over 7 يعني ال عندي ال سكويرد هتيكوال معايا
10 تايمز 7 70 بلس 5 يبقى 75 اوفر 7، ودي عندي في الدينومينيتور يبقى هتيكوال معايا 75 ديفايدد 7 تايمز 0.107 اللي هي هتيكوال معايا ال سكويرد بقى الراوند الايه ال 100 اند 0.133 اللي هي الراوند الايه الراوند ال 100. ده معناه زين ال عندي هتيكوال روت ال 100 اللي هي هتيكوال معايا 10 سنتيمترز. لما يكون عندي ال L ب 10 سنتيمتر ده معناه ان الراديوس عندي R equal كام؟ equal 5. احنا عايزين البريمتر بتاع الشيدد بارت، البريمتر هي equal ايه؟ انا عندي الحته دي كده دي عندي ب 5 ودي كلها 10 ودي عندي 5 والحته دي لوحدها الحته دي كلها عباره عن 2 باي R اللي هو السيركمفرنس كله ديفايدد الايه؟ ديفايدد ال 2. الحته دي كلها 2 باي ار ديفايدد 2 تروح مع ال 2 يبقى الحته دي كلها عباره عن باي ار. يبقى انا عندي البريمتر بتاع الشيدد بارت يبقى ذا بريمتر اوف ذا شيدد بارت هت ايكوال معايا 5 بلس 10 بلس 5 بلس الباي تايمز الار ار عندي ب 5 بلس 5 ايه 5 ار اللي هي هتديني اراوند ال 35.707 سنتيمتر. طبعا المساله دي انا بعتبرها من المسائل اللي درجه الصواب فيها عاليه عشان ايه هو مش بيديك الار وعشان تجيبها انت لازم تفرض ان اللينس ايكوال ايه ايكوال ال. طيب المساله اللي بعد كده بيقول لي in the opposite figure مديني الاي بي سي دي سكوير والسكوير انسايد السيركل ومديني الراديوس لينس بتاع السيركل ال7 بيقول لي فايند الاريا اوف ذا شيدد بارت اند اتس بريمتر. طب هو مديني الجزء ده كده ب7 الراديوس لينس ب7. طب انا عايز اجيب السايد لينس بتاع السكوير دي لما تكون 7 يبقى دي انذر 7 يبقى دي كلها 14 ودي عندي هنا ايه ودي عندي هنا رايت يبقى الاي دي سكويرد بلس الاي بي سكويرد هيكوال معايا البي دي سكويرد وانا عندي الاثنين دول زي بعض لان ده عندي سكوير يبقى انا عندي توايس الاي دي سكويرد هيكوال البي دي سكويرد يبقى الاي دي سكويرد هيكوال كام؟ هيكوال 14 سكويرد ديفايدد ال 2 اللي هي هتيكوال معايا 196 ديفايد 2 اللي هي هتيكوال معايا 98 يبقى الاي دي هيكوال روت ال 98 وانا عارف ان ال 98 دي احنا خدناها من الليسون 6 عباره عن ايه؟ عباره عن 49 تايمز 2. ليه دورت على ال 49؟ جه في بالي 49 عشان ده بيرفكت سكوير اللي هي هتيكوال معايا الروت ياثر على 49 تبقى 7 تطلع بره ويتبقى معايا ايه؟ روت 2. يبقى معنى كده ان السايد لينس عندي بتاعي هنا ده عباره عن 7 روت 2. طيب هو بيقول لي بقى عايز الاريا اوف ذا شيدد بارت. الاريا بتاعت الشيدد بارت دي عباره عن ايه؟ الاريا بتاعت السيركل لما اشيل منها الاريا بتاعت سكوير يديني الاريا دي ودي 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 اربع اجزاء متماثله يبقى لما اعمل لها ديفايدد 4 يديني الاريا بتاعت الشيدد بارت يبقى زين ذا اريا of the shaded part هت equal معايا 1 over 4 times. ليه قلت 1 over 4؟ عشان لازم اديفايد اوفر 4 عشان اطلع الحته دي بس. طب الاريا بتاعت السيركل المره دي هحطها هي الاول عشان هي عشان هي اكبر من الاريا بتاعت السكوير هيبقى باي ار سكويرد باي الار عندي بكام؟ الار ب 7 يبقى باي تايمز 7 سكويرد الكلام ده ماينس الاريا بتاعت السكوير انا عندي السايد لينس بتاعه 7 يبقى ماينس 7 روت 2 سكويرد الكلام ده هيديني 1 اوفر 4 تايمز الباي تايمز 7 تايمز 7 ماينس 7 روت 2 سكويرد هحس جايبينها من تحت روت هنا يبقى ايه يبقى 98 اللي هت ايكوال معايا 1 اوفر 4 تايمز طبعا الباي انا شايف هنا 7 يبقى خليها 22 اوفر 7 تايمز 7 تايمز 7 دي تروح مع دي يبقى هت ايكوال معايا 1 اوفر 4 تايمز 22 تايمز 7 اتفقنا ان هي 154 ونحفظها
عشان هتتكرر معاك كتير، يبقى هتيكوا معايا 1 اوفر 4 تايمز، ده هيديني ال 56. بعد كده 56 ديفايدد 4 5 ديفايد 4 1 اند ويفر ريمندر اوف 1 16 ديفايدد 4 يديني 4 سنتيمتر ايه سكوير. دي بقى الاريا بتاع الحته دي بس عباره عن 14 سنتيمتر سكوير. تعال نشوف بقى البريمتر اوف ذيس شيدد بارت. البريمتر عندي سهل ليه؟ اولا انا عندي الجزء ده كده، الحته دي لوحدها كده عباره عن 7 روت 2. طب السكشن ده عباره عن ايه؟ السكشن ده عباره عن لما تيجي تبص عندك للسيركل كلها، السيركل كلها متقسمه كام حته متساويه من الحته دي؟ ادي 1 2 3 اند 4، يبقى هيبقى ده بلس كل البريمتر بتاع السيركل ديفايدد 4، يبقى the perimeter of the shaded part هيكوال معايا الاتي، هيكوال معايا 7 root 2 الكلام ده بلس 1 over 4 البريمتر بتاع السيركل اللي هو 2 by r اللي هتيكوال معايا 7 root 2، ده يديني 1 ده يديني 2 وانا عندي الار عندي هنا ب 7، يبقى عندي يبقى 1 اوفر 2 تايمز 22 اوفر 7 تايمز 7 ده يروح مع ده يديني 1 ده يديني 11، يبقى هتيكوال معايا 11 بلس 7 روت 2. ممكن اسيبها وممكن اكملها، يبقى 11 بلس 7 روت 2 اللي هي هتبقى اراوند 20.9 سنتيمتر. تعالوا نشوف مع بعضينا الجزء بتاع الرايت سيركولار سيلندر. زي ما انتم شايفين الشكل بتاعه بيبقى عامل كده، يبقى عندي بيز، البيز دي عباره عن سيركل، وعندي انذر بيز بتبقى برضك عباره عن سيركل، الاثنين دول زي بعض بالظبط كونجروينت، ويكون عندي اللاترال اريا اللي ماسكه الايه التو بيزز دول. تعالوا نشوف الرولز اللي بتحكم الرايت سيلندر. طيب بالنسبه عندي للاريا، لما نيجي نشوف الاريا بتاعته هو عنده توتال اريا وعنده لاترال اريا. اللاترال اريا يعني الاريا بتاعه الايه الجزء الجانبي اللي هو المدور دوت، والتوتال اريا عباره عن الجزء الجانبي ده بالاضافه الى البيز ده مع البيز ايه مع البيز دي. طيب اجيب ازاي اللاترال اريا؟ اللاترال اريا عباره عن ايه؟ تعال شوف السيركمفرنس بتاع السيركل دي طالع عليه كل الجوانب، يعني كل الجوانب دي طالعه على مين؟ طالعه على السيركل دي. وبالتالي انا لو جبت البريمتر بتاع السيركل دي او السيركمفرنس وعملت له تايمز الاتش يحصل ايه؟ يحصل سكاننج لكل الايه السبيس بتاع الجوانب، اكنك بتمسح كل الجوانب بتجيب الايه بتجيب الاريا بتاعتها. يبقى مش عايزك تحفظ الرولز هنا، الرول سهله قوي. اللاترال اريا عباره عن البريمتر بتاع السيركل او السيركمفرنس بتاع السيركل تايمز الاتش، يبقى اللي هي ايه اللي هي 2 باي ار تايمز الاتش، سهله جدا. طب التوتال اريا هعمل ايه؟ هزود على اللي جبته ده الاريا بتاعت السيركل دي والاريا بتاعت السيركل دي، دي باي ار سكوير ودي باي ار سكوير، يبقى هزود على 2 باي ار اتش هزود عليها بلس 2 باي ار سكوير. طب نيجي نشوف الفوليوم. الفوليوم عباره عن ايه؟ الفوليوم عباره انا بعمل سكاننج للكيوبيك سنتيمترز اللي جوه كل السلندر ده. طب اجيبها ازاي؟ يبقى الاريا بتاعت الايه بتاعت البيز، المره دي الاريا نوت البريمتر، الاريا بتاعت البيز تايمز مين؟ تايمز الاتش. الاريا بتاعت البيز ايكوال كام؟ ايكوال باي ار سكويرد تايمز الاتش اللي هي الايه الاتش ديت. يبقى الفوليوم اللي هي البيز اريا تايمز الايه تايمز الهايت. تعال نشوف المسائل بتاعتنا على الرايت سلندر. A right circular cylinder is of height 10، يبقى مديني ال h عندي equal 10 ومديني ال volume is ال v بتاعته equal 1540 سنتيمتر كيوبد، بيقول لي find the total area. طب احنا عرفنا ان ال volume كان بتيكوال ايه؟ ال volume كان بي equal by r squared times مين؟ times ال h اللي هو ال area بتاعت السيركل تايمز ال h.
طب الفوليوم عندي بي ايكوال ايه؟ 1540 هي ايكوال باي اللي هي 22 اوفر 7 تايمز الار سكويرد تايمز الهايت عندي بكام؟ ب 10. ده يروح مع مين؟ ده يروح مع ده. يبقى الار سكويرد هت ايكوال نودي ده الناحيه الثانيه بالريسبروكال يبقى 154 تايمز 7 ديفايدد 20 كام؟ 2. دي قلنا 1 دي قلنا تبقى على طول ب 7 يبقى الار سكويرد ايكوال 49 يبقى الار هت ايكوال روت ال 49 which is 7 سنتيمتر. طيب جبت الريديوس بتاعه يبقى انا عايز التوتال اريا يبقى التوتال اريا بتيكوال الاريا بتاعت التو بيزز اللي هي 2 باي ار سكويرد بلس اللاترال اريا اللي هي البريمتر بتاع السيركل معمول لها تايمز اتش عشان اسكان كل المساحه الايه الجانبيه يبقى هتيكوال معايا 2 باي ار تايمز الايه تايمز الاتش اللي هي هتيكوال معايا ممكن ناخد 2 باي ار كومون يبقى 2 باي ار هيبقى عندي هنا ار ويبقى عندي هنا بلس مين بلس الاتش اللي هي هتيكوال معايا 2 تايمز الباي 22 اوفر 7 تايمز الار دي اللي هي ب 7 الكلام ده هنا عندي الار ب 7 والاتش عندي ب 10 دي تروح مع دي يبقى هتيكوال معايا 22 تايمز ال 2 عندي ب 44 تايمز ال 17 اللي هتيكوال معايا على الكالكوليتر 748 سنتيمتر ايه سكويرد. نيجي للبروبلم اللي بعد كده بيقول لي رايت سلندر الفوليوم بتاعه 90 باي والهايت 10 عايز الدايمتر اوف ايت سبيس. طبعا سهله جدا دي اسهل من اللي قبليها. طب هو بيقول لي الفوليوم طب انا الفوليوم بتاع السلندر اترجم على طول الاستيتمنت دي للفوليوم بتاع السلندر اللي هي باي ار سكويرد تايمز الاتش ده بيكوال كام 90 باي. طيب الباي عندي تروح مع مين مع الباي يبقى عندي الار سكويرد تايمز الاتش عندي ب 10 ايكوال كام ايكوال 90 يبقى الار سكويرد ايكوال 90 ديفايدد 10 ويتش از 9 يبقى الار هت ايكوال معايا روت ال 9 اللي هتديني ايه 3 سنتيمتر ده بالنسبه للرادياس بتاعه وبالتالي الدايمتر لينس اوف اتس بيز يبقى زين الدي هيكوال 2 ار ويتش از 2 تايمز 3 اللي هي 6 سنتيمتر. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض السلكتد اكسرسايز على الرايت سلندر. بيقول لي رايت سيركولار سلندر الراديوس لينس اوف اتس بيز از 14 مديني الار ومديني الهايت از 20 عايز الفوليوم والتوتال اريا اوف السلندر. طبعا هنا في المساله دي بيختبر معرفتك ايه بالرولز. يبقى الفوليوم هت ايكوال الاريا بتاعت البيز اللي هي الباي ار سكويرد تايمز مين تايمز الاتش اللي هي هت ايكوال 22 اوفر 7 الار عندي ب 14 سكويرد يعني تايمز 14 كمان تايمز الاتش اللي هي بكام؟ اللي هي ب 20 دي ديفايدد 7 يديني 1 هنا يديني 2 يبقى التوتال هيكون معايا بالكالكوليتر 12320 سنتيمتر كيوبد. طيب تعالوا نشوف التوتال اريا بتيكوال كام؟ التوتال اريا قلنا ان هي كانت بتيكوال الارياز بتاعت التو بيزز اللي هم 2 باي ار سكويرد بلس اللاترال اريا اللي هي البريمتر تايمز الهايت يبقى عندي بلس 2 باي ار تايمز الاتش اللي احنا قلنا هناخد ال 2 باي ار كومون ويبقى عندي هنا يبقى ار بلس مين بلس الاتش اللي هتيكوال معايا 2 تايمز 22 اوفر 7 تايمز الار عندي ب 14 ده يديني 1 ده يديني 2 الكلام ده عندي هنا تايمز الار بلس الاتش 14 بلس 20 اللي هتيكوال معايا هنا يبقى 88 تايمز عندي هنا 34 اللي هتيكوال معانا 2992 سنتيمتر سكويرد. نيجي مسألة اللي بعد كده بيقول لي find lateral area for a cylinder مديني الفوليوم بتاعه ومديني الهايت. طيب مديك الفوليوم يبقى ال v عندي ايكوال كام؟ الفوليوم اللي هو باي ار سكويرد تايمز ال h ده ايكوال كام؟ ايكوال 924. طب هو مديني الهايت ب 6 سنتيمتر اعوض عنه هنا يبقى زين الباي ار سكويرد تايمز ال 6 ايكوال 924 يبقى الباي ار سكويرد هت ايكوال 924 ديفايد الايه ال 6 يعني الباي ار سكويرد هي ايكوال 9 ديفايد ال 6 از 1
وعندي ريميندر اوف 3 بقى 3 ديفايد 6 از 5 وعندي ريميندر اوف 2 24 ديفايد 6 از ايه از 4. طيب يبقى زين الار سكويرد ايكوال دي 22 اوفر 7 تروح هناك 7 اوفر 22 دي يديني 1 دي يديني كام يديني 7 يعني الار سكويرد ايكوال كام 49 يبقى زين الار هتيكوال روت 49 which is 7 سنتيمتر. طالب مين؟ طالب اللاترال اريا يبقى ذا لاترال اريا هت ايكوال ايه؟ هت ايكوال 2 باي ار اللي هو السيركمفيرنس بتاع السيركل تايمز الهايت يبقى 2 باي ار تايمز الهايت اللي هي 2 تايمز 22 اوفر 7 تايمز الار ب 7 تايمز الهايت ب 6 دي راح مع دي اللي هت ايكوال 44 تايمز ال 6 اللي هت ايكوال معايا هنا 4 اند 2 يبقى عندي 264 سنتيمتر سكوير. بروبلم 22 عايز التوتال اريا للسلندر مديني الفوليوم بتاعه والهايت زي اللي فاتت بالظبط بس انا عندي بيقول لي الباي ب 3.14 الفوليوم عندي باي ار سكوير تايمز الاتش ايكوال عندي 7536 يبقى زين انا عندي الاتش ب 24 نجيبها على طول بالديفيجن هي والباي يبقى الار سكوير ده هت ايكوال 7536 ديفايدد الباي اللي هي 3.14 وديفايدد الاتش اللي هي 24 اللي هت ايكوال معانا بالكالكوليتر 100 يبقى الار عندي هت ايكوال روت ال 100 اللي هي هت ايكوال معايا كام 10 سنتيمتر. طيب انا عايز مين؟ انا عايز توتال اريا يبقى التوتال اريا هت ايكوال الاريا بتاعت التو بيزز اللي هي 2 باي ار سكويرد الكلام ده بلس اللاترال اريا اللي هي 2 باي ار تايمز الهايت وقلنا احنا ممكن ناخد 2 باي ار كومون يبقى 2 باي ار يبقى لي هنا ار ويبقى لي هنا اتش اللي هي هت ايكوال معايا 2 تايمز 3.14 تايمز الار عندي ب 10 تايمز عندي هنا 10 بلس 24 هيطلع معايا على الكالكوليتر حته واحده 2135.2 سنتيمتر سكويرد. طيب نيجي المساله اللي بعد كده 23 بيقول لي which is more in volume. مساله دي مشهوره كتير بيديك شكلين تجيب الفوليوم هنا والفوليوم هنا وتشوف مين الايه مين الجريتر. بيقول لي رايت سلندر with base 7 وهايت 10 وعندي الكيوب مديك الادج لينس بتاعته 11 يبقى الفوليوم بتاع الرايت سلندر هي ايكوال باي ار سكوير تايمز الاتش اللي هي هت ايكوال معايا الباي عندي ب 22 اوفر 7 عشان انا شايف 7 هنا يبقى 22 ديفايدد 7 ار سكويرد يعني 7 تايمز 7 والاتش عندي ب 10 ده يديني 1 ده يديني 1 اللي هي 22 تايمز 70 اللي هي هت ايكوال معانا 1540 سنتيمترز ايه كيوب. وبالنسبه للفي عندي الكيوب اللي هي هت ايكوال معايا اللينس كيوب اللي هي هت ايكوال انا عندي اللينس عندي بكام ب 11 يبقى 11 كيوب اللي هي هت ايكوال معايا 1331 سنتيمتر ايه كيوب. يبقى انت شايف ان الفي رايت سلندر الفوليوم بتاع الرايت سلندر از ايه از جريتر ذان الفي بتاع الكيوب يبقى الفي سلندر is greater than الـ V بتاع الـ A الـ cube. Exercise 24 بيقول لي complete the following. A right circular cylinder whose base radius is r centimeters and its height equal h. Then its lateral area equal what and its volume equal what. طبعا هو بالسؤال ده بيقيس مدى معرفتك بالرولز اللي بتحكم الـ right cylinder. يعني الـ lateral area احنا قلنا circumference times الـ A الـ h يعني 2 by r تايمز مين تايمز الاتش وبالنسبه للفوليوم طبعا كان الاريا بتاعت السيركل تايمز الاتش اللي هي باي ار سكويرد تايمز الايه الاتش. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي رايت سيركلر سلندر ويز فوليوم 40 باي اند اتس هايت از 10 ذن اتس بيز راديوس از وات. هو عايز البيز راديوس يبقى انا لازم اجيب الايه الاريا الاول. طيب هو بيقول لك الفوليوم انا عارف الفوليوم ايكوال ايه الفوليوم اللي هو باي r squared times الايه الاتش ده بيكوال كام ده بيكوال 40 ايه
40 باي، الباي راحت مع مين؟ راحت مع الباي. طب انا عندي الاتش عندي ب10، تروح تحت في الدينومينيتور بايه؟ بال10. يبقى زين ار سكويرد ايكوال 40 ديفايدد 10 ويتش از الايه؟ ال4. يعني الار هت ايكوال الروت بتاع الايه؟ بتاع ال4 ويتش از 2 سنتيمترز. طيب نيجي نمبر 3، بيقول لي رايت سيركلر سلندر ويز فوليوم 500 باي والبيز راديوس از 5 زين فايند الاتش. دي يعني اخت اللي قبليها على طول، الفوليوم عندي اللي هو ايه؟ اللي هو باي ار سكويرد تايمز الاتش ايكوال كام؟ 500 باي. اتفقنا لما نشوف الحاجه اللي هو مديها لي انزل بالرول بتاعتها على طول، الباي يروح مع الباي، يبقى الاتش عندي هيكوال كام؟ يبقى الاتش هيكوال 500 اوفر ار سكويرد. يبقى زين الاتش عندي هيكوال 500 ار سكويرد اللي هي 5 تايمز 5 اللي هي كام؟ اللي هي 25. طيب ده يديني 1، ده يديني اللي هي 4 تايمز 5 ايكوال 20، يبقى 20 سنتيمتر. نمبر 4 بيقول لي ارايت سيركولار سلندر ويز فوليوم باي ار كيوبد زين اتس هايت از وات. طيب لما هو بيقول لك الفوليوم، الفوليوم اللي هو باي ار سكويرد تايمز الاتش. طيب الكلام ده بيكوال كام؟ بيكوال باي ار كيوبد. يبقى الباي هتروح مع مين؟ مع الباي. ويبقى الاتش عندي هتيكوال كام؟ يبقى الاتش هتيكوال ار كيوب ديفايدد ار سكويرد اللي هتيكوال ار سنتيمترز. يعني ايه؟ يعني الاتش هو الايه؟ هو الار. طيب اللي بعديها بيقول لي اف ذا لاترال اريا اوف السلندر از كذا زين اتس هايت از وات. احنا قلنا اللاترال اريا عباره عن 2 باي ار تايمز الاتش، قال لك بتيكوال كام؟ 2 باي ار سكويرد. طب هو عايز الهايت، اولا الباي عندي راح مع الباي وال2 راح مع ال2، يبقى زين الاتش هيكوال معايا ار سكويرد ديفايدد ار ويتش از اي ار سنتيمترز. نيجي نمبر 25، بيقول لي السيركمفرنس اوف ذا بيز اوف ا سلندر از 44 والهايت از 25، فايند الفوليوم. انا عشان اجيب الفوليوم لازم اجيب الايه؟ لازم اجيب الار الاول. طيب هو مديني السيركمفرنس عندي بكام؟ ب 44. يبقى السيركمفرنس عباره عن 2 باي ار ايكوال كام؟ ايكوال 44. انا شايف هنا 44، يبقى الافضل ان انا اختار الباي ايه؟ ب 22 اوفر 7. يبقى زين هنا 2 تايمز 22 اوفر 7 الار ايكوال كام؟ ايكوال 44. يبقى الار عندي ايكوال كام؟ الار عندي هنا يبقى 44 اوفر 7، تروح هناك بالايه؟ بالريسيبروكال بتاعها، يبقى 44 تايمز 7 اوفر ال 44، يبقى دي راحت مع دي، يبقى الار عندي ايكوال 7 ايه؟ سنتيمترز. طيب هو عايز مين؟ عايز الفوليوم. الفي ايكوال باي ار سكويرد تايمز الاتش، يبقى هي ايكوال 22 اوفر 7 تايمز الار اللي هي 7 تايمز 7 تايمز الاتش اللي هي 25. دي تروح مع دي كده، يبقى الفي عندي هيكوال معايا بالكالكوليتور هيكوال معايا 3850 سنتيمتر ايه كيوبد. بروبلم 27 بيقول لي فايند ذا هايت اوف ا رايت سيركولر سلندر هوز هايت از ايكوال تو اتس بيز راديوس. يعني الار ايكوال ايه؟ ايكوال اتش. And its volume is 72 باي. طيب يبقى انا عندي الفوليوم اللي هو 72 باي، ده هيكوال باي ار سكويرد تايمز الاتش، وانا عندي الاتش ايكوال ار، يعني 72 باي هتيكوال عندي باي ار سكويرد تايمز الايه الار. دي كده راحت مع دي كده، يبقى انا عندي 72 ايكوال ار كيوبد. يبقى زين الار ايكوال الثيرد روت لمين؟ لل 72. طيب ال 72 بتيكوال ايه؟ من البيرفكت كيوبز تايمز ايه؟ تايمز نمبر تاني بتيكوال تمام ال 8 تايمز ال 9. يعني الار عندي هتيكوال الثيرد روت لل 8 تايمز الايه؟ تايمز ال 9. طبعا ال 8 تطلع بره عندي هنا بايه؟ ب 2. يبقى الار هتيكوال معايا 2 تايمز الثيرد روت لمين؟ لل 9.
طيب هو بيقول لي ال h equal كام؟ يبقى انا عندي ال h هت equal ال r اللي هت equal 2 times ال third root لمين؟ لل 9 سنتيمتر. طيب نيجي اللي بعديها. بيقول لي in the opposite figure a cuboid shaped water tank with dimensions 7 and 7 and 14 meter and the upper part of it is in the form of half a right a cylinder calculates the volume of the tank. زي ما انتم شايفين كده الحته اللي تحت دي كيوبويد والحته دي عباره عن نص سيركولار سلندر. يبقى انا هجيب الفوليوم بتاع الكيوبويد بلس الفوليوم بتاع النص السلندر دوت ده يديني التوتال ايه التوتال فوليوم. يبقى انا عندي الفوليوم اوف ذا تانك هي ايكوال في كيوبويد بلس في اوف هاف الايه السلندر اللي هو هت ايكوال معايا في كيوبويد اللي هو 7 تايمز 7 تايمز 14 7 تايمز 7 تايمز ايه 14 بلس الفوليوم بتاع هاف السلندر ايكوال ايه اولا ايكوال هاف. طب الفوليوم بتاع السلندر باي ار سكوير طيب تايمز باي في 7 كتير يبقى ايه 22 اوفر ايه 7 طيب الار عندي هنا ايكوال كام؟ طيب انا عندي دي كلها ب 7 يبقى الحته دي بس اللي هي الار ايكوال 3.5 يبقى هنا تايمز 3.5 سكويرد عندي. طيب الهايت عندي ده هنا ايكوال كام؟ الهايت ايكوال 14 يبقى تايمز الايه؟ ال 14 طبعا دي كده هتروح مع دي ودي يبقى عندي هت ايكوال معايا 7 تايمز يبقى 49 تايمز 14 بلس 22 تايمز 3.5 ايه؟ سكويرد. لما نيجي نعملها على الكالكوليتر هيطلع معانا 955.5 سنتيمتر ايه؟ كيوبد. نيجي مع بعضنا نشوف اخر شيب معانا اللي هو السفير. السفير انا بعتبره من اسهل الشيبز اللي معانا وليه قانونين بس بيحكموه اللي هو الاريا بتاعت السفير الاريا اوف ذا سفير ايكوال 4 باي ار سكويرد والفوليوم اوف ذا سفير ايكوال 4 اوفر 3 باي ار كيوبد. طيب نيجي نشوف بعض الاكزامبلز. بيقول لي ذا فوليوم اوف ا سفير از 500 اوفر 3 باي فايند ذا لينث اوف اتس دايمتر. طبعا سهله جدا هو قال لك الفوليوم اوف ذا سفير انزل على طول بالايبر رول يبقى انا عندي هنا 4 اوفر 3 باي ار كيوبد ايكوال لو مديهولي اللي هو 500 اوفر 3 ايه باي. طبعا ال 3 هتروح مع ال 3 طب هي ازاي راحت دي اكن دي بس راحت الناحيه الثانيه هتروح هنا في النيومريتور هيروح معاه. طيب انا عندي الباي هتروح مع مين؟ مع الباي يبقى بالتالي يبقى زين الار كيوب ده هي ايكوال ال 500 ال 4 تيجي في الدينومينيتور يبقى ايه ديفايدد ال 4 طبعا 500 ديفايدد ال 4 اللي هيديني 125 يبقى زين الار عندي هت ايكوال الثيرد روت ل 125 which is a 5 سنتيمتر وبالتالي الدايمتر عندي دي ايكوال 2r which is 10 سنتيمتر. نيجي الاكزامبل 7 بيقول لي right circular cylinder is of height 6 يعني ال h equal 6 and its volume equal 2 thirds the volume of a sphere whose radius is 3 find the radius length of the base of the cylinder. يعني هو رابط لك الفوليوم بتاع السلندر الدايمنشنز بتاعته بفوليوم تاني للسفير يبقى الاول اجيب مين الفوليوم اوف ذا سفير يبقى ال v بتاع السفير هي ايكوال ال 4 اوفر 3 باي ار كيوبد اللي هي هتيكوال معايا 4 اوفر 3 الباي عندي الار عندي ب 3 يبقى 3 ايه 3 كيوبد ال 3 دي هتروح مع واحده من هنا يبقى ده هتيكوال معايا 4 باي 3 ايه سكوير. طيب هو بيقول لك الفوليوم اوف رايت سلندر ايكوال 2 ثيردز الفوليوم اوف ذا سفير يبقى ال في سلندر هي ايكوال 2 ثيردز اوف يبقى اكنها 2 اوفر 3 تايمز الايه الفوليوم اوف ذا سفير يبقى 4 باي 3 سكوير طبعا دي تروح مع واحده من دول يبقى ده هيكوال معايا 8 باي تايمز 3 which is 24 ايه 24 باي سنتيمتر ايه كيوبد. طيب هو مديني الهايت ب 6
طب الفوليوم بتاع السلندر بيكوال ايه؟ الفوليوم بتاع السلندر بيكوال باي ار سكويرد تايمز مين؟ تايمز الاتش. الكلام ده بيكوال كام؟ 24 باي. انا محتاج مين؟ انا محتاج الراديوس بتاع البيز. طبعا الباي هتروح مع الباي، يبقى الار سكويرد هيكوال معايا ال 24 ديفايدد الاتش. يبقى الار سكويرد هتيكوال معايا ال 24، هو مديني الاتش بكام؟ ب 6 ديفايدد 6، ده يديني 1 ده يديني 4، يبقى الار سكويرد ايكوال كام؟ ايكوال 4. يبقى الار هيكوال معايا السكوير روت لل 4 which is 2 سنتيمترز. طبعا بعدين نشوف بعض السلكتد اكسرسايز على السفير. بيقول لي find the volume of the and the surface area of a sphere if the length of its diameter is 4.2 centimeters. طبعا دي مسألة مباشرة على القانون على طول. يعني الفوليوم بتاعي هيكوال معايا 4 over 3 باي ار كيوب، اللي هتيكوال معانا 4 over 3، الباي عندي ب 22 over 7 تايمز الار. تاخد بالك وانا مديك الدايمتر، يبقى انا عندي الار ايكوال 4.2 ديفايد 2 اللي هو 2.1، يبقى 2.1 كيوب اللي هي هتيكوال، ما انا هنعملها على الكالكوليتر هيطلع معانا 38.8 سنتيمتر كيوب. طيب بالنسبه للسيرفس اريا الاس هتيكوال معايا 4 باي ار سكويرد which is 4 تايمز 22 اوفر 7 تايمز 2.1 سكوير، اللي هتطلع معانا على الكالكوليتر 55.4 سنتيمتر سكوير. طيب المساله اللي بعديها بيقول لي volume of a sphere is 4188 find the radius length volume of the sphere. يبقى انزل اترجم بالرول بتاعتي اللي هي ال 4 over 3 by r cubed، قال لك equal كام؟ 4188. احنا عايزين مين؟ احنا عايزين ال r cubed، هو مديني ال by بالفاليو ديت، يبقى انا عندي هنا زين ال r cubed ده هت equal، طبعا ده يتحط فوق 4188. نعمل سويتش للفراكشن ده، يبقى هنا 3 ديفايد ال 4 والباي تنزل بالفاليو دي، يبقى تايمز 3.141 اللي هي هتيكوال معانا على الكالكوليتر 1000. يبقى زين الار هتيكوال الثيرد روت لل 1000 which is 10 سنتيمتر. طيب نيجي اللي بعديها، بيقول لي الفوليوم اوف ذا سفير از 562.5 باي find its surface area in terms of boy. عايز السيرفس اريا، لازم اجيب الار الاول. يعني عندي الفوليوم عندي اللي هو 4 ديفايدد 3 باي ار كيوب هيكوال معانا 562.5 باي. الباي عندي هتروح مع الباي ديت، يبقى عندي الار كيوب هتيكوال 562.5 ديفايدد 4 هنا تايمز 3 اللي هتطلع معانا على الكالكوليتر ب 421.875 ثاوزندز. يبقى زين الار عندي هتيكوال الثيرد روت ل 421.875 اللي هتيكوال معايا على الكالكوليتر 7.5 سنتيمتر. يبقى عايز السيرفس اريا، يبقى الاس عندي هتيكوال 4 باي ار سكويرد which is 4 باي 7.5 سكوير اللي هتيكوال معانا 225A 25 باي. طيب نيجي المسائل اللي تشوز، يقول لي تشوز ذا كوركت انسر فروم زوز جيفن الفوليوم اوف ذا سفير. بيختبر معرفتك بالرولز. طبعا تشويس بي 4 اوفر 3 باي ار كيوب. السفير هوز راديوس از السيرد روت 3 اتس فوليوم از وات. طب انا عندي الفي هتيكوال 4 اوفر 3 باي الار عندي بالثيرد روت 3 تايمز هنا باور 3. طبعا ده لما يافكت على الروت ده هيتولد 3 دي، يبقى دي عندي هياخد اللي تحت الروت، اللي تحت الروت هيطير مع ال 3، يبقى الفي ايكوال 4 باي. طيب نمبر 3 بيقول الفوليوم اوف سفير هوز ديامتر لينس از 3 ايكوالز وات. الديامتر لينس خد بالك واكتب لك الديامتر لينس، انا عايز الار، الار عندي بكام؟ نص الديامتر لينس اللي هي 3 سنتيمترز. يبقى انا عندي الفوليوم ال 4 اوفر 3 باي تايمز 3 باور 3. طبعا دي هتروح مع دي هنا يديني 2، يبقى هتيكوال هنا دي 9
4 تايمز ال 9 يبقى ايكوال 36 ايه 36 باي. بروبلم 4 بيقول لي اف ذا فوليوم اوف ا سفير زي ما انت شايف ذا نيت ريديوس از وات، مديني الفوليوم يبقى عندي ال في اللي هو 4 اوفر 3 باي ار كيوبد هتيكوال معايا هنا 9 اوفر 16 باي. الباي تروح مع الباي ونودي ده هناك بريسبروكال يبقى زين الار كيوبد ايكوال 9 اوفر 16 تايمز 3 اوفر الايه اوفر ال 4 يبقى هتيكوال معايا 27 اوفر ال 64 يبقى زين الار الثيرد روت لل 27 اوفر ال 64 which is طبعا الثيرد روت لل 27 is 3 والثيرد روت لل 64 is a is 4 يبقى التشويس ايه التشويس ده. طيب if the surface area of a sphere is 9 باي then its diameter length equal what surface area اللي هي 4 باي r squared هت equal معايا 9 باي. الباي هتروح مع الباي ال 4 تروح هنا بالديفيجن يبقى زين ال r squared equal 9 over 4 يعني ال r هت equal ال square root 9 over 4 which is 3 over 2 اللي هي equal 1.5 centimeters. ده مين ده الراديوس هو عايز الديامتر يبقى times 2 يبقى d equal 2r which is 2 times 1.5 which is a 3 centimeters. طيب نيجي اللي بعد كده بيقول لي if 3 quarters of the volume of a sphere equals كذا then the length of its radius equal what 3 quarters يبقى عندي 3 over 4 للفوليوم يبقى times 4 over 3 by r cubed equal كام equal 8 by يبقى الباي راحت مع الباي ال4 راحت مع ال4 وال3 راحت مع ال3 يبقى ال r cubed equal 8 يبقى ال r equal ال third root لل8 which is a which is 2. طيب نيجي المسألة اللي بعد كده بيقول لي a lead cuboid is of dimension 7 7 24 21 يعني كيوبويد عندي من الرصاص بيقول لي it was melted to make a sphere ده عملنا له إذابة سيحناه سخناه وساح وحطيناه في كورة find the radius of the a of that sphere. واضح طبعا لما اجي اعمل له اسيحه واحطه في حاجة تانية هياخد نفس هيبقى نفس الفوليوم الشيب هيختلف لكن نفس الفوليوم يبقى انا في الاول اجيب الفوليوم اوف ذا ايه اوف ذا كيوبويد يبقى الفي كيوبويد هي ايكوال معايا ال 77 تايمز 24 تايمز 21 اللي هو هيطلع معانا 38,808 سنتيمتر ايه كيوبد. المفروض ده بقى هو الفوليوم بتاع الايه بتاع السفير الجديده يبقى انا عندي ال 4 over 3 باي r cubed هي ايكوال معايا 38,808 يبقى زين ال r cubed عندي هت ايكوال كام؟ هت ايكوال 38,808 وعندي انا هيجي لها من الناحيه الثانيه ال 3 فوق وعندي هنا 4 ايه 4 باي اللي هو هيطلع معانا على الكالكوليتور 9261 ايه سنتيمتر ايه كيوبد يبقى زين ال r عندي هي ايكوال الثيرد روت لل a لل 9261 which is هيطلع معانا على الكالكوليتور 21 a سنتيمتر. طيب نيجي اخر مساله معانا بيقول لي a metallic sphere is of radius 16.8 it's melted and it's converted to 8 small spheres يعني عندي كره كبيره الradius بتاعها اهو عملنا لها اذابه وتحولت ل 8 small spheres لتمن كور which are in a equivalent volumes نفس الفوليوم عايز الراديوس لينث اوف ايتش اوف ذا سفير. طب هو واضح جدا ان انا لما احول كوره ل 8 بولز او 8 سفيرز يبقى الفوليوم بتاعي هيحصل له ديفيجن اوفر ايه اوفر 8 هو عايز الراديوس لينث اوف ايتش اوف السمول سفيرز يبقى انا عندي اول حاجه اجيب الفوليوم بتاع السفير الكبيره يبقى انا عندي هنسميها مثلا v1 هي ايكوال معايا 4 اوفر 3 باي هنا 16.8 كيوبد. طب الفي الثانيه بقى الفي اللي هي الكره الصغيره يبقى في سمول هي ايكوال معايا كام هي ايكوال معايا
4 over 3 هعمل بقى تايمز 8 ليه؟ عشان عملت لها ديفيجن باي 8 باي هنا تايمز 16.8 كيوبد. طيب يبقى الفي سمول عندي اللي هي ايه؟ اللي هي 4 over 3 باي ار كيوبد هتيكوال معايا 4 over 3 تايمز ال 8 باي 16.8 كيوب. الباي راحت مع الباي والفور راحت مع الفور والثري راحت مع مين؟ مع الثري. يبقى زين الار كيوب هتيكوال معانا 16.8 اوفر الايت هنا طبعا ايه؟ كيوب. يبقى زين الار هتيكوال الثيرد روت لل 16.8 كيوب ديفايدد الايت اللي هي هتيكوال معانا 16.8 divided 2 لان الثيرد روت لل 8 از ايه؟ از 2. يبقى 16 divided 2 از 8 وال 4 وال 8 divided 2 از ايه؟ از 4 سنتيمترز. يبقى هي قبل ما يتعمل لها اذابه كانت 16.8 وبعد ما اتحولت ل 8 بولز الكور الصغيره بقى الريديوس بتاعها كام؟ كل واحده فيهم 8.48 سنتيمترز. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 9. هو الليسون طويل شويه بس يعتبر سهل، يعني انت ما تمشي ايدك كده في الحلول ان شاء الله هتبقى الدنيا سهله معاك. حاول تحفظ كل الرولز، حاول يعني خد الليسون ده على مرتين، يعني زي ما تشوف كده بارت 1 اند بارت 2، احفظ الرولز كويس ما تتلخبطش بينها. لما تيجي تحل زي ما اتفقنا لما يقول لك انجلش ستيتمنت خد الستيتمنت دي اكتب الرول بتاعها، وفي جميع المسائل او في معظمها بتلاقي ايكويشنز بتوين تو سايدز، وبتلاقي سايد بيروح حاجات بتروح من هنا مع هنا، واللي بقى يا اما بتجيبه بتاخد الكيوبيك روت يا اما بتاخد الايه السكوير روت. وبالتوفيق ان شاء الله.